السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الافريقي. باش نحكي لكم على الامكانيات الفنيه نتاع لاعبيه النادي الافريقي. عندنا جواهر في النادي الافريقي لازم نستحفظ عليهم ولازم نزيدوا ندعمهم باش النادي الافريقي في السنوات القادمه يكون ديما معناها على منصات التتويج وديما ينافس على البطوله. بالنسبه ليا انا باش ما تصيرش حتى ديفو، خاطر انا لاحظت اللي ثم فرق كبير في الكومونيكاسيون بينات مسؤولي النادي الافريقي وبينات مسؤولي بعض الفرق الاخرى. لاحظت انا الترجي الرئيس نتاعو ما يتكلمش جمله، ولكن قاعد يفعل وقاعد يحاول، معناها نعرفوه غني ولكن قاعد يشري. الرئيس نتاع النجم الساحلي ما ثماش ريحته جمله، ولكن قاعد يحارب في الكواليس ويتحصل على البطوله عم ناول ويحب يهز السناء. النادي الافريقي قاعدين نحس اللي المرة اللي فاتت سامي بالقاضي يفز بعد مقابلة مش عارف شكون، يفز يقول راهو النادي الافريقي ضد الملعب التونسي، يقول راهو النادي الافريقي مستهدف، ولو عندنا شكون احنا رجال ما نحبوش نتبكاو ونتشكاو، ونعرفوك باهي ولكن ما نحبوش الشكاوى والبكاء. معناتها النادي الافريقي عندنا افضل افكتيف وهذا بشهادة الجميع، احسن ملاعبيه متوفرين في عند النادي الافريقي. كيفاش النادي الافريقي نجيو في المرتبه الثالثه؟ صحيح بعد بنقطه على الملعب التونسي والنجم الساحلي، ولكن هما كانوا كونكورون ديريكت معانا على الترشح للبلاي اوف، كانوا هما اللي ربحونا، معناها ربحتنا الملعب التونسي، ربحتنا النجم، تعادلنا زوج مقابلات، دونك خسرنا برشا نقاط مع النجم الساحلي والملعب التونسي، وهذا عيب وهذا راهو ما يصحش في تاريخ النادي الافريقي. الفريق العريق اللي انجب فوز الرويسي وعاد السليمي لطفي الرويسي البياري عطوقة طاهر الشابي ماهوش الفريق هذايا اللي ينهزم ضد فرق معناها تلعب بطريقة دفاعية. من وقتاش كنا قبل ننتصروا بالستة وبالخمسة وشيخين كورة الترجي انتصرنا عليها مرتين في الخمسة، النهائي متاع كأس ربيعة الأبطال الإفريقية معناها أول فريق إفريقي أول فريق تونسي يتحصل على دوري أبطال إفريقي ننتصر عليها ستة كاملين، أعرض نتيجة كانت معناها في تاريخ الدور النهائي متاع دوري أبطال إفريقيا، وفي الأخر نلقاو النادي الإفريقي معناها على هجمة معاكسة تربحنا النجم الساحلي، ولا على هجمة معاكسة تربحنا فريق الملعب التونسي. هذا مش معقول وهذا مرفوض في ظل وجود الملاعبية الكبار. حاليا احنا معناها ما عندناش مدرب، مازلنا ما عندناش مدرب، الناس كلها كيما يقولوا فيها كل يغني على ليلاه وليلى لا تقر لهم بذلك، معناها الناس كلها تغني هاي ليلى نتاعي، هاي ليلى نحبها، هاي ليلى نحبها، وليلى بالذات هذيا قالت لهم راني ما نحب حتى واحد فيكم. احنا مش ترسينا كيكا، معناها مش ترسينا معناها مهازل. انا اللي رافيها تويكا النادي الافريقي راحه باسبوع، ما عمري ما ريتها في وسط العام فريق ياخذ راحه باسبوع، لا ريتها في لونجلتير ولا ريتها في حتى بلاصه، ملاعب ديسبونيبل من الصيف حتى الصيف، هذا هو المعروف به. ما بالك انت ثم ملاعبيه تويكا مشاركين في المنتخب، محسوب هالبطوله هالكبيره ياسر هاللي احنا نشاركوا فيها وهالطول الكبير نتاع البطوله هذه باش تخلي النادي الافريقي معناها تظهر لنا هضره كبيره معناها باش يرتح الملاعبيه. تش لعبوا بالمقابلات الوديه بالمقابلات الرسميه، اشطر الملاعبيه ما لعبوش، عدينا 28 مقابله، 28 مقابله قسموها الملاعبيه بينات بعضهم والناس الكل تعرف مع سعيد سامي شنو اللي صار. ما بالك انت عندك صحيح عندك ملاعبيه كبار يا رئيس النادي الافريقي ويا مسؤولي النادي الافريقي، عندكم ملاعبيه كورجيه كان سموهم بالملاعبي تتلقاهم احسن افكتيف في تونس، ولكن وينهم؟ ما كومش مستغلينهم شويه ضد الفرق اللي ضعيفه عام السنه نربحوا فيهم، الفرق اللي واقفه شويه على ساقيها ما ربحناهاش، خاصه وخارج الميدان ثم بعض الفرق ما ربحناهمش. ثم نقاط إيجابية، النقاط الإيجابية كي تنتصر ضد أولمبي الباجي في باجة، تنتصر ضد سليمان في سليمان، ميسيرش، ما كناش قبل ننتصر صحيح، قبل كنا حتى الفرق اللي تلعب على تفادي النزول كنا ننهزموا معاهم في بلدانهم، كنا الانتصارات نتاعنا المكثرة في ملعب رادس معناها. حاليا معناها لو كليب افريكا بعض النتائج الايجابيه خارج الميدان تحسب للنادي الافريقي، الانتصار ضد الفريق اكاديميكا يحسب للنادي الافريقي، وكان نراو بالحاجات الايجابيه تو نراو انتصار تاريخي للنادي الافريقي في كاس الكاف في الكونغو معناها في انغولا بنتيجه 3-1، انتصار ممتاز جدا. النادي الافريقي يتصدر، النادي الافريقي فريق باهي في الكاف، ما نخسروش حتى شيء يا منظلكم، ما نخسروش حتى شيء، نحبوا احنا نرتقي ونحبوا نقوي واكثر، نحبوا هالتريف هذيا باهي الحس لما في الصدور الملاعبيه ارتاحوا باش يرتاحوا 7 ايام يرجعوا نهار 11 ان شاء الله بعض المقابلات الوديه معناها تو نحكي لكم عليها وكل شيء، مقابلات تكون هامه معناها وتكون تحضير كبير ياسر للنادي الافريقي، هذه حاجه مما لا شك فيه، ولكن فرحتنا وقت اللي النادي الافريقي نتحصلوا على البطولات. اذا كان باش نقيموا الملاعبيه نتاع النادي الافريقي بعد الفتره هذه الكل
نقيمهم لكم بالملاعبي بالملاعبي واعطيني رايكم جماهير النادي الافريقي. كل واحد ينجم يعطينا رايه وينجم يقولنا شنية معناها يتصور هو معناها في الاعداد اللي انا عطيها للملاعبيه نتاع النادي الافريقي. يا لندرا ثم شكون يستحق اكثر، يا لندرا ثم شكون يستحق اقل، وانتم ورايكم. بالنسبه لي انا نبدا بالحارس معز حسن. معز حسن انا نعطيه 7.5/10، 7.5/10، حارس أحسن حارس في تونس بصراحة. تونس صحيح نفتقده لعدة حراس ممتازين، ولكن هو يتسمى خير من غيره، خير من غيره، خير من دحمان وخير من معز حسن. دونك أفضل حارس في تونس نظر للخبرة اللي عنده من التكوين اللي في فرنسا مدرسة تكوين شبان ممتازة. معز حسن 7.5/10 على خاطر ثم بعض النقائص فلتهم من بينات عمناول وسناء، وإلا كان يكون حارس عملاق وكان يرجع يحترف في الأوروب بكل سهولة. عفوا. بالنسبة للمدافع الأيمن غيث الزعلوني، غيث الزعلوني مفاجأة سارة هذا الموسم بالنسبة للنادي الإفريقي وللبطولة التونسية، وظلم مدرب المنتخب كي ما عيطوش المنتخب. كان ينجم يبدأ كاريره ويكبر اسمه ونستحقوله المنتخب التونسي في قدم السنوات، ويكون عنده تاريخ كما يوسف المساكني مشى وقت عمره 18 سنة، أو كتو مش يدخل على الكأس رقم 9 في كأس أمم إفريقيا. كيف كيف الملاعبية الصغار متاعنا ما نحبوش نخسروهم كما حنا بعد، كان يكون في الكأس الثالثة هو مازال صغير 20 سنة، يوصل عمره 34-35 يلقى روحه عامل ريكور إفريقي، ولكن يا خيبة المسعى وينهم المسؤولين عن الرياضة التونسية. غيث الزعلوني أنا نعطيه معناها بكل تجرد نعطيه 8.5/10، 8.5/10، طفل كوارجي، طفل بقلبه يقدم القدام ما يهموش، بالبالو بي عنده ممتازه وممتازه جدا، يحب يلعب جناح، ولكن ننصحك يا غيث الزعلوني حافظ على مكانك اريا دروا كيما روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس وما ادراك ما روبرتو كارلوس، كفو وما ادراك ما كفو، وما قالوش رانا احنا كوارجيه يلزمنا القدام. رد بالك تقول راهو الكوارجي يلزم يلعب افون سونتر، لا لا، احسن ملاعبيه في العالم اريا دروا وريرغوش، وانت تعرف روبرتو كارلوس، مالديني، كفو، حاتم الطرابلسي، وعدة ملاعبي أخرين أريا دروا ممتازين جدا يلعبوا في مكانهم وعملوا كاريير كبيرة وكبيرة برشا. غيث الزعلوني أنا أقول لك برافو، واصل وإن شاء الله بالتوفيق ليك. ظهالي معدل ممتاز جدا 8.5. بالنسبة للريرغوش محمد أمين الحمروني، محمد أمين الحمروني جبناه احنا فكيناه للنجم الساحلي فكان، نحيناه للنادي الصفاقسي، ملاعبي راهو فنيا ممتاز وممتاز جدا، ولكن بدنيا عنده مشكل في الإصابات في ساقيه. إن شاء الله إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يقويه ويرجع لنا في فورما، وكل مقابلة نحبوك في فورما. راهو يا محمد أمين الحمروني مع مدرب ممتاز راهو ينجم يلانسيك وتنجم تنجح في كاريرك. التلهاب روحك خويا بدنيا، مشى العمرة عمل حجة طويلة الأيامات هذه إن شاء الله مقبولة، أنت إنسان طيب، هو علي العمري إن شاء الله ادعوا لنا ما ثمش من النادي الإفريقي تحصل على البطولة. محمد أمين الحمروني أنا نعطيه 7.5/10 نظرا لتذبذب المستوى في بعض المقابلات نظرا للإصابة. قلب الدفاع عامر العمراني، عامر العمراني عدى مقابلات ممتازة وعدى مقابلات سيئة، نجم نعطيه 5/10. رامي البدوي مقابلات ممتازة ومقابلات سيئة نعطيه 4/10. توفيق الشريفي مقابلات متوسطة معظمهم نعطيه 6/10. أذمة معناها اللي قاعدين يلعبوا في اللاكس معناتها. أحمد خليل كابيفو عدى مقابلات اللي نلعبوهم مطالبين باش نفكوا ما يعدي روحه، وهجوميا حمدي احمد خليل هجوميا ما ريت منه حتى شيء. دونك حمدي العبيدي احمد خليل باش ما نظلموش برشا نعطيه 5/10. بالنسبه للي بيفو، البيفوات نتاع الكلوب افريكان الاخرين، بيكورو انا راه الملاعب هذا مظلوم برشا في النادي الافريقي، ما لعبش برشا مقابلات، ستريسي مربوط داخل بعضه شوي، ولكن بالنسبه لي انا نخذله ككاليتي نتاع ملاعبي. شوفوا كيف باش تلاحظوا مفاجاه مني انا، باش نقول لكم بيكورو انا نعطيه 10/10 على خاطره مظلوم مع سعيد السابي. بالنسبه لشهاب العبيدي، شهاب العبيدي بصراحه انا تصدمت في شهاب العبيدي وفي المستوى الممتاز جدا اللي قاعد يقدم فيه، مستوى نتاع كوارجي ومستوى نتاع انسان يعرف يقف، ساعات ساعات يتخبى وراء في الفوح نتاع وسط الميدان، ولكن عنده امكانيات فنيه قادره باش تطور شيء كبير. شهاب انا نعطيه 8/10 معدل ممتاز وممتاز جدا بالنسبه لي هو. هذا بالنسبه للملاعبين تاع وسط الانا، مازال وسام يحيى، وسام المايسترو، وسام الجولدن بوي، وسام يحيى، وسام يحيى نظرا للعمر نتاعو وكبر معناها في السن نتاعو يقدم في المستوى هذاك، 40 سنه يقدم في المستوى هذاك وسام يحيى. فريمون فريمون مش نحييك ونقول لك
مانيش باش نقول لك راهو احسن ملاعب في الكليب الافريكان، لا لا، ولكن نظرا للاحترام تاع العمر نتاعو انا نعطي وسام يحيى، نعطيه 10 على 10. وسام يحيى يستحق 10 على 10. غايث الصغير من احسن ملاعب في الكليب الافريكان مع بعض الملاعبين الاخرين تو نسميهم لكم. غايث الصغير كوارج كبير، عمل اللي لازم، ولكن الاصابه هي حرمته من المنتخب ممكن ولا غالب قدر الله ما شاء فعل. بالنسبه لغايث الصغير انا نعطيه 10 على 10. هذوما الملاعبين تاع وسط الميدان. نجيو للمهاجمين، رشيد العرفاوي انا واحد من الناس نعطيه 6.5 على 10. الطيب المزياني 20 على 10. طيب المزياني هو اللي قاعد يقود في النادي الافريقي. بسام السرارفي 15 على 10 يقود في النادي الافريقي. كينغسلي ايدو 15 على 10 يقود في النادي الافريقي. هذوما الملاعبيه الاربعه اللي سميتهم لكم قاعدين يقودوا في النادي الافريقي بكدا. رشيد العرفاوي معناها قلت لكم معدل ممتاز، ينجم عنده معدل باهي برشا، مستوى ممتاز. نقول احنا مثلا يوصل 7.5 على 10 رشيد العرفاوي. بالنسبه لحمدي العبيدي مره احتياطي مره اساسي، حمدي العبيدي نعطيه عام السناء اللي نكوروا فيه حاليا ياخذ 6.5 على 10، خاطر ثم حاجات ناقص فيهم ولو انه هو ممتاز ونحبه برشا. هذوما الملاعبين الاساسيين، معناها الملاعبين الاحتياطيين ما وراوش حاجه كبيره ياسر. يمكن يحيى المتيري امنيتي يولي يلعب اساسي في النادي الافريقي، احمد الهمام يعطيه فرصه ويولي يكور معناها نسبيا، ادم الطاوس كي قاعد يهبط او معناها بالاقدميه نتاعو في النادي الافريقي مره هكا مره هكا ياخذ 5 على 10. وهذا من لاعبية النادي الافريقي وهذه المعدلات يعني نقطة قوة النادي الافريقي متمثلة اساسا في الطيب المزياني وبسام اصرار في كينغسلي ايدو ورشيد العرفاوي. هذوما وغايث الصغير المعوض نتاعهم رشيد العرفاوي من احسن ما ثم، حمدي العبيدي احسن معوض واحسن ما ثم، شهاب العبيدي احسن وسط ميدان قاعد يكور حاليا في تونس، وسام يحيى بالخبره، ومعز حسن في الدفاع، غايث الزعلوني بعض الاماكن الاخرى قلب الدفاع، زوز نتاع قلب الدفاع ماهمش ممتازين. لريرقوش محمد امين الحمروني ما دمجش اكثر من لازم مش ممتاز. خليل في البيفو متوسط، ومعناتها الأذية معناها بالنسبة للتشكيلة عندنا يمكن 4 ملاعبية خارج السرب في النادي الإفريقي، بينما عندنا 7 ملاعبية قاعد هزيل الحمل بتاع النادي الإفريقي كله. إن شاء الله بالتوفيق لهم. كان يوصل نعملوا انتدابات بصراحة، 4 انتدابات، سيبلي زوز في قلب الدفاع، وأريير غوش فيزيكمو حاضر وجو باهي، ومعاه بيفو معناها ناقصين بيفو، ومعاه مهاجم تمشي الأمور كزيد فوق الماء. مانيش عارف ثم بعض الأخبار تداول معناها، ولو أنها أنا ما دامني ما حكيتش رسميا معناها ما ثم شيء رسمي. تراوري مهاجم الاتحاد المونستيري مش يقع انتدابه من فريق الوداد البيضاوي، ما نعرفش إذا كان الأخبار ممكن يكون صحيح وممكن لا، تمنيته في النادي الإفريقي. ولكن ختاما نقول لكم ما تخافوش على النادي الإفريقي، عندنا كورجية كبار عام سنة فقط بالقليب، ونربحوا ونهزوا البطولة في فرصة السيارة.